مشي ديال الواجهه الله يخليكم معنا كيات بيت المباشر من مدينه السيسي بالضبط مجمع تجاري في شارع الحرم خذ اي 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 اذا الحريق مهول على مستوى هذه المتاجر في مدينة سليمان. إذن كما كتشوفوا الآن لحد الآن لا ندري الأسباب ديال هذا الحريق. أيوة إذن هذا الحريق جاء في وقت زمني قياسي لحد الآن نجهلوا او ما كنعرفوش الاسباب ديال هذا الحريق اللي جا عندنا هذا التجاري. إذن كما كتشوفوا الآن شد إذا مجهودات كبيرة كتقوم بها رجال الحي المدنية أو رجال الإطفاء لإخماد هذا الحريق المهول اللي شب هذا الصباح على هذا المجمع التجاري أو المعروف بالمعرض الذي كيحتوي هذا المحل التجارية المتنوعة ديال الملابس كذلك مواد جميل. هذا الحريق الله يجعل السلامة لحد الآن لا ندري الأسباب الحقيقية ديال هذا النيران. إذن كما كتشوفوا الآن الفوق 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 اجي شوف 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 وكوموندو وكوموندو شوف 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 لا لا انا غادي 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 في الجهه هذه غادي اجي جي هنا هنا وتحت
بذلنا مجهودات كبيرة تقوم بها الوقاية المدنية لإخماد هذا النار. نيران بشكل حصري وعلى المباشر بالواجهة كما قلت الآن. لأن خسائر مادية كبيرة تعرفها هذا المحل التجارية وهذا المجمع التجاري بمدينة سلمان اللي كيتواجد شارع محمد الخامس أو المعروف بالمعرض. إذا مجهودات كبيرة كتقوم بها لأن المشاهدين يواجهكم الآن مجهودات كبيرة تقوم بها رجال الوقاية المدنية لإخماد هذه الميراث بالمجمع التجاري بمدينة سليمان أو المعروف بالمعرض. إذا نيران كبيرة وكثيرة كما كتشوفوا الدخان. السقف تحية كبيرة للناس اللي قاموا بها وخا ما كاينش معدات كبيرة وكثيرة خاصة هاد الواقعة اللي وقعت الآن في هاد الصباح. سيو برافو زاد خليل جميل مشهد واجهك من الحقان تطوع الشباب لمساعدة الناس ديال الوقاية المدنية كما تشوف الآن. رشيد
تقوم بها رجال الوقايه المدنيه لاكمال هذا الميراث للشهاده في هذا المجمع التجاري بالجسمان. تضافر جهود كبيره. صباح الخير. هاد النيران دابا شحال هاد الصباح؟ شي كارثة زعما بكل معنى. أو كاين هاد الناس موالين هاد المحلات زعما واحد غادي نقول لك نوصف كنعيا الكلمات غابت عليا بصراحة. والله الكلمات غابت عليا في هاد الصباح. ساكن دابا هاد الناس التجار تقريبا عدة أنصار وعدة تجار وعدة عائلات. الله يحسن عوانهم الله يحسن عوانهم. رجال الوقاية المدنية راهم دايرين خدمتهم. الله لا اله الا هادشي كثير بزاف ما بزاف ما وقع عليا ما نقول لك اخويا حسن هادشي لا ما العقل تيسال والله الا دخلنا حنا هاد الصباح هذا كلشي كيغيب الله يحسن لعولاد الناس طلبوا الله سبحانه وتعالى وتابعوا من الناس المسؤولين شوفوا معاهم شي حل بهادشي لهاد الخسائر ماشي ما نقول لك ما خسائر ما هي قليله ما هي كثيره ما هي تقريبا شي 40 محل شي 40 محل تجاري هادشي اللي نقول لك اخويا حسن وشكرا لك تفضل عليكم اذا مشاهدة الواجهة اللي كتشوفوا الآن مجهودات كبيرة كتقوم بها وكيقوموا بها رجال الوقاية المدنية في خدمة هذا الميراث. إذا كما كتشوفوا الآن ظهور وحيرة وحسرة الساكنة أو الناس اللي جالس كتشوف هذا النيران المهولة اللي شعلت هذا الصباح في هذا المكان. أو هاد المحلة التجارية أو هاد المعرض أو هاد المجمع التجاري. إذا نسأل الله اللطف. إذا خسائر مادية مادية كبيرة وكثيرة. الحيط الحيط. إذا مساعدة الشباب اللي حقها اللي اليوم ترفع لهم القبعة في إخماد هذه النيران كبيرة وكثيرة. بالله بالله إذا المجهودات كبيرة وخا إمكانيات قليلة وضعيفة كما نشوف الآن دخول أحد رجال المطافي وسط النيران اللي تيحمل الصدى ديالو الخنينة ديال الإطفاء كما كتلاحظوا الآن وسط النيران. تحية كبيرة لهذا رجال المطافي رغم الإمكانيات الضعيفة. إذا تم السيطرة على هذا الجانب من هنا لكن كما تشوف الآن ظهور وحسرة الناس اللي حضرت لهذا النيران المشتعلة بهذا المعرض التجاري أو المعروف بالمعرض. هذا الحريق المهول اللي شب على عدة محلات تجارية. هناك خسائر مادية لا تعد ولا تحصى على مستوى هذا المعرض. إذا لحد الآن تجد الأسباب لهذا الحريق لأول مرة بمدينة سليمان خاصة في شهر الخميس.
عمرك كتشهدوا بحال الرجال ديال الوقايه المدنيه يعني داخل قصص العافيه هي رجال ديال الوقايه وصافي ديالنا كيف كتشوفوا الان احد رجال المطافي اللي طبع له الطبعه كتشوفوا اللي داخل وسط النيران والمحمل بقنينات الاطفاء يتدخل في هذه الاثناء وسط النيران مغامره لهذا رجال المطافي حقيقه اللي رغم الامكانيات الضعيفه كنلاحظوا الان اذا تم السيطره على الجانب من النيران ولكن لا زالت النيران مشعلة في الهوامش أخرى. إذن والله السلامة هذا وتعويض هذا التجار حقيقة تجار لي إذن التدخل البطولي لرجال الإطفاء هكذا رغم إمكانيات ضعيفة نيران كبيرة وكثيرة على مستوى هذا الشكر كذلك للشباب اللي ساهم في مساعدة هذا الرجال الأطفاء إذا خسائر مادية لا تعد ولا تحصى لهذه المحلات التجارية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي السلام يا ربي السلام هاد النيران اللي شعلت في هذا الصباح في هذا المعرض أو في هذه المحلة التجارية أو مركب تجاري مسكين على مستوى الشارع الخامس إذا ذهول وحصرة وحيرة الناس اللي اليوم اللي جات كتراقب هاد النيران أو هذا الحريق المهول على مستوى مدينة سلسلة على مستوى الشارع الخامس لأول مرة كتشب هذا الكثافة بهذا الجهد الكبير إذا بخان ونيران الشعل بهذا المركب التجاري من سلسلة على الشارع الخامس إذا بخان متطاير في السماء من الشارع الخامس بهول هذه النيران تم مجهودات كبيرة تقوم بها إذن كما كتلاحظوا في الجانب الآخر أحد رجال المطافي كذلك أحد متعاونون من الساكنة والناس المتطوعون اللي قاموا بواحد المجهود جبار وكبير لمساعدة رجال الإطفاء في إخماد هذا النيران لأول مرة كتوقع بهذا المركب التجاري أو المسمى أو المعروف بالمعرض إذا مجهودات جبارة شوف الجانب الآخر إذا ذهول وحسرة وحيرة الناس اللي جاوا لهنا اللي كيراقبوا هذا الحريق الكل شي دايخ في
اللي ما عرفش يقول، خاصة هاد الحارق مهول اللي عرفته هاد المريض أو هاد المركب جاي. إذا غادي نخليكم نمشيو للجهة الأخرى باش نتموا نعطوا هاد العملية ديال إكمال هاد الميران. إذن هذاك السيد الله يرحم لك الوالدين، هذاك السيد بعدا انا كنشد عليه ملي بدات الحريق وبدات العافيه، وانا كنشوف وقت العافيه وقت الميراث كنطلب من الله سبحانه وتعالى. شرنا لهاد النقطه هذاك السيد داخل، شرنا النقطه هذاك السيد رجل شفت ديك النقطه لذاك السيد هذاك السيد لا كاسك لا تنفسات لا والو، كيدير كاع عنده نفس، عنده غيره، عنده نفس على خدمته. بارك الله عليك، نطلبوا الله سبحانه وتعالى. واخا خويا واخا الامكانيات ضعيفه ولكن كاينه الروح القتاليه، وخاصه في هذا الموقف هذا. الناس ديال سي سليمان واخا كما تنقولوا شباب نساء كلهم عندهم غيره، وبقى بهم الحال على هذا الشيء اللي جرى، وكل شيء كيتحسب لهاد الناس هادو. تنتمناو الناس المسؤولين باش يتعاطفوا معاهم ويشوفوا الحاله ديال هاد الناس هادو. بقاو فينا بزاف والله. بقاو فينا بزاف، هذا الشيء اللي غادي نقولوا. ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليك. اذا المشاهدين الواجهات اللي كتشوفوا كما كتشوفوا في هذاك المكان اللي فيه الدخان، كنلقاو واحد الرجل ديال الاطفاء او المطافئ اللي مغامر بالحياه ديالو كما كتشوفوا الان، بلا معدات بلا تنفس بلا هذاك الجهاز التنفس داخل وسط هذا النيران. اذا تحيه كبيره لرجال المطافئ وخاصه ذاك الرجل اللي كما كنشوفوا الان داخل وسط النيران اللي مغامر بالحياه ديالو، مغامر بالروح ديالو باش يخمد ذاك النيران. كنشوفوا ذاك الرجل المطافئ ذاك الجانب الحقيقه اللي رغم الامكانيات القليله والضعيفه كذلك، رغم انه ما كيتوفرش على المعدات التقنيه باش يدخل وسط هذا النيران، ولكن تيغامر بالحياه ديالو. اذا تحيه كبيره وشافو كبير لجميع رجال المطافئ وخاصه ذاك الرجل ضابط كما كتشوفوا الان. الشاب علي كما سمعتنا على بالنسبه لهذا الاسباب، اسباب غامضه لحد الساعه، لحد الساعه اسباب غامضه هو السبب ديال هذا الحريق هذا. إذن بكاء وصراخ تجار هذا المريض هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تعزيزات جديدة من طرف الوقاية المدنية، حضور ربما رجال الوقاية المدنية من سيدي قاسم لمساعدة هاد الأشخاص لإطفاء النيران المشتعلة. إذن حضور السلطة المحلية كذلك حضور. إذن كما كتشوفوا الآن الكل جلود مجندون باش يطفيو هاد النيران حقا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حضور تجار لعين مكان أصحاب المحلات التجارية، الحقيقة هذا الشيء مؤلم مؤسف يبكي.
هناك خسائر مادية كثيرة إخواننا مباشرة من المدينة. إذا مجهودات كبيرة كتقوم بها الرجال والمدنية نادرا ولا كلا حول ولا قوة إلا بالعظيم. نطلب الله السلامة، نطلب الله أن يعوض هذا التجار بحق خسائر مادية لا تعد ولا تحصى في هذه الأثناء. إذا المحلات التجارية كلها تحرقات بهذا الهول ديال هذا النيران هذا الحريق. إذا هناك تعزيزات من طرف رجال القيادة المدنية والقوامة لحقوهم من مدينة القاسم. هول وحصرة وحيرة كبيرة للناس اللي عاينة اليوم هذا الحريق. الحريق الحقاني أنمناو خاصة من خسائر مادية اللي لحقات في هذا التجار. لن أخليكم شو جانب آخر.